الله يحييكم جميعا، عندي لكم بشائر أسأل الله يتقبلها مني ومنكم. البشرة الأولى أن تقوم بالتبرع بريال عن نفسك أو 300 ريال عنك وعن أسرتك أو 600 ريال عنك وعن والديك بسقي حجاج بيت الله هذا العام مع جمعية مصرحة ومرخصة، جمعية يسر الخيرية في منطقة مكة المكرمة. فضل الزمان، فضل المكان، فضل العباد حجاج بيت الله، وأيضا فضل الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. أو تقوم بنشر هذا المقطع، وقامت جمعية يسر بإيقاف برادة خاصة لكل من نشر هذا المقطع، وقالوا أجره وثواب هالبرادة وتوزيع الماء لكل من نشر هذا المقطع، حتى لو ما تستطيع لك الأجر بإذن تعالى. وعندهم بطاقة إهداء تهديها لمن تحب، ومن خلال هذه البطاقة أحب أقدم بطاقة إهداء لكل من يتابع هذا المقطع، أسأل الله أن يتقبلها مني ومنكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. تقبلوها مني، وأسأل الله أن يتقبلها مني ومنكم يا رب العالمين.